تحياتي برشلونة بلا منازع واحد من أكبر أندية العالم له تاريخ عريق وهوية خاصة مر عليه أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم يكفي نعرف أنه مر عليه ميسي ومارادونا وكرويف وروماريو وستويتشكوف والظاهر البرازيلي رونالدو بس بالسنوات الأخيرة النادي بيتصرف بالسوق بسبب مشاكله المالية بشكل لا يليق لا بتاريخه ولا بحجمه ما عرف يجدد عقد أسطورته ميسي ولا عرف يرجعه وبيظل آخر يوم حتى يعرف يسجل لاعب وإذا في لاعب جاي مبلغ بتعرف إنه في رافعة اقتصادية رح يتم بيعها. الوضع كارثي لمستوى إنه لابورتا قال النادي محتاج 600 مليون يورو كاش عشان يطلع منها. الوضع كارثي لمستوى إنه لابورتا أيضا قال وجدت النادي ميت ماليا. الوضع سيء لدرجة إنه الرئيس التنفيذي السابق فيران ريفيتر حكى لو هذا النادي كان شركة عامة كان حلوه وسكروه. لأن ديون النادي قاربت 1.3 مليار يورو فمتى ممكن يختفي هالوضع السيء؟ متى بصير برشلونة يتحرك بالسوق بشكل طبيعي وما نتعلم على إيديه فنون الاقتصاد والإدارة المالية؟ متى ببطل مضطر يبيع لاعب صغير عشان يسجل لاعب ثاني إعارة؟ طبعا في برشلونة الأزمة المالية كشفها كورونا لما انخفض الدخل فجأة ظهر أنه النادي مديون جداً لمستوى انه بسنه ال21 اعلن خسائر قياسيه في تاريخ كره القدم كلها 487 مليون يورو، وقال لابورتا وقتها النادي كان عليه ديون مستعجلة 200 مليون ما معاه يدفعها، وتم انقاذ برشلونة عبر عدة طرق عشان يضل عايش معنا لهلا بشكل طبيعي، قرض من بنك جولدمان ساكس لأنه البنوك المحلية رفضت تعطي برشلونة قروض، قالت له أنت بتاخذ ما بترجع، شوف الديون اللي عليك، واضطر لابورتا واليماني يلجأوا لفكرة الرافعات الاقتصادية، بيع جزء من أصول النادي بشكل مؤقت مقابل كاش فوري بيع جزء من حقوق البث من استوديوهات البرشا وعملنا أيضا حلقة كاملة شرحنا فيها شو يعني رافعات اقتصادية وأيضا عجل في اتفاقية رعاية الملعب مع سبوتيفاي عشان يضمن دخل ثابت مقابل تصرفات جلب الفلوس للنادي كان في تصرفات خفض المصاريف أول شيء كان الأجور النادي كان يحاول يخلص من كل لاعب راتبه عالي وما بيلعب كثير وايضا النادي لجأ لاسلوب جديد اللي شفناه مع داير مؤخرا اللي هو تجديد عقد فترة اطول تخفيض شوي بالراتب عشان الفاتورة السنوية تصير اقل وأغلق قناة برسا تي في عشان الخسائر وايضا وصلت الامور يلغي الوجبات تاعت الفريق الرديف بحجة انهم ما بياكلوها بعد التدريب والغى المواصلات الخاصة اللي كانت للاعبي لماسيا لانها مصاريف إيطافية. يعني برشلونة بكل هالعظمة وصلت الأمور يتدخل في وجبة أكل للعيبة عشان يقلل مصاريفه عشان هيك الناس لما تشوف هيك وضع قالت لك لا ما في تحسن ويبدو عمرنا ما حنطلع من الأزمة لابورتا صار له أكثر من سنة وصار يطلع بالسندويش بإيد اللعيبة والنادي ما عاد قادر يعمل صفقة كبيرة زي برناردو سيلفا الحلم اللي كان مؤجل لبرشلونة بدون ما يضطر يبيع جزء من مستقبله ويبيع جزء من أملاكه وعشان هيك شفنا الصيف الاخير كان عباره عن اعارات وصفقات مجانيه بشكل واضح فطلعت اصوات من الصحافه الكتالونيه بتقول هذا اخوان لابورتا بخدر الناس قاعد بسلك الموضوع موسم موسم عشان تخلص فترته بشكل جيد ويقول يلا مع السلامه وهون طلع لابورتا ورد في موقفين اول مره قال كل مخاطراتنا محسوبه وفي المرة الثانية قال أنا مش عم بعمل مقامرة أنا عارف شو بعمل طيب يا عواد خلصنا متى بتنتهي هالأزمة متى البرشلوني بصير يدخل السوق الصيفية هو مرتاح لما يسمع خبر انه ناديه بده امبابي عن يعني جد يصدق ما يصير يضحك بتتذكروا انه برشلونه لما راح لاسلوب الرافعات السنه الماضيه اتفاجئوا الناس انه راح دفع فلوس بلاعبين دفع برافينيا ودفع بيكوندي وجلب كريستنسن وكيسي مجانا برواتب جيده واصر جدا على ليفاندوفسكي فالناس قالت كيف هذا محوش فلوس وقاعد بيعمل هيك مش كان احسن لو رحنا دفعنا الفلوس للديون اللي علينا ومستعجله بس في الحقيقه انفاق برشلونه لتعزيز صفوفه وبناء فريق قوي هو اساس حل مشكله برشلونه فالنجاح الرياضي اساس للخروج من الازمه الماليه الان في برشلونه وبدونه الازمه راح تطول ليش برشلونه لما اخذ من البنك القرض الكبير من جولدمان ساكس كان الضمان الحقيقي حقوق البث وبالتالي النادي دائما لازم يتواجد في دوري ابطال اوروبا ويكون تنافسي بالدوري عشان تكون حقوق البث اكبر ما يمكن والتواجد في دوري ابطال اوروبا بشكل مستمر وبوضع جيد بيضمن للفريق ايرادات اضافيه وعقود رعايه اضافيه فالمساله مش بس ديون لازم تندفع دخل لازم يزيد عشان تطور الفريق والنادي حيبلش يسد القرض الكبير اللي اخذه عشان يبني اسباي بارسا بسنه 26 وهذا الملعب متوقع يكون مصدر دخل اضافي كبير جدا لبرشلونه وهو رهان لابورتا لحل الازمه الماليه، فريق عمل الاداره في برشلونه بيقولنا حيزيد الدخل 300 مليون يورو سنويا، يزيد يعني مش يصير، يزيد يعني شيء إضافة 300 مليون. المراقبين بيقولوا لابورتا كعادته بكبر الكلام، الاضافه المتوقعه 200 مليون يورو سنويا وهذا رقم رهيب بتكفل بدفع الديون والصرف شوي على الفريق. عشان هيك الخبراء الماليين في الرياضه بيقولوا بدايه نهايه ازمه برشلونه الماليه هي بداية جني أسباي برسا للأرباح الإضافية والمتوقع افتتاح هذا الملعب في نهاية موسم 25-26 واللي بيوسع 105 ألاف مشجع وهذا الملعب لما ينفتح بهذه السعة نتائجه المالية الحقيقية حتكون في 26 بعد نهاية الموسم كامل وهون برشلونة حيصير معاه دخل إضافي يدفع القروض ويتحرر شوي، وطبعا حيكون في افتتاح جزئي له قبل بموسم بس انعكاساته الماليه مش حتكون افضل ما يمكن، وبالتالي من المتوقع في صيف 26 تبلش تختفي الاخبار المعقده عن برشلونه ماليا، يبطل نسمع قصه رافعات، سقف رواتب، لاعب بلاعب او اثنين بواحد وحتى ياتي فلان يجب ان يرحل فلان، من بعدها النادي حيبلش يتحسن، مش حتلتغي الديون، حيضل يدفع ديونه لسنوات طويله، ومش مشكله يكون عندك ديون ما دام قادر تدفعها. في شيء مهم لو لاحظته، عشان هالملعب يجني الارباح واحسن عقود رعايه واعلانيه وجماهير تدفع اعلى اسعار التذاكر، لازم برشلونه يكون في افضل وضع تنافسي وقتها، لازم يضل بالصوره عشان يعبي الملعب كل مباراه، الناس ما حتروح على فريق له سنين بيعاني، وهذا اصعب تحدي للابورتا نجاح رياضي في ظل أزمة مالية لازم يظل يحاول يكون الأول والثاني في الدوري عشان يبين منافس ولازم الفريق يلعب أوروبيا أفضل من السنين الأخيرة والخروج من دور المجموعات لازم يصير يصعد لدور ال16 عش وال عشان الناس تشوفه بأهم ليالي كرة القدم الأوروبية عشان لما يفتح الملعب تكون الناس متفائلة وتروح وتدفع وهون الفلوس بتزيد والقروض بتبلش تندفع وببطل في ديون برشلونة ما بيدفعها الأمور بتتسهل وبتصير اسهل واوضح، واللاعبين بيصيروا يجوا ضامنين رح يتسجلوا وياخذوا رواتبهم، وهون في ال 26 بتبدا قصه جديده لبرشلونه، بتمنى فيها الجمهور ما يكون شعارها دعونا ننسى اخطاء الماضي ونرتكب اخطاء جديده، بل يكون شعارها الاخطاء لن تتكرر واحنا بنتعلم من غلطتنا، خلونا نشوف شو حيصير مع برشلونه في ستة 26، بتمنى اكون معكم وقتها باي مكان كان ونحكي انتهت الازمه. وبرشلونة استقر ووقفنا دراسة علوم مالية على إيدين النادي الكتالوني نوصل هون لنهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله